السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على واحد الموضوع مهم جدا لسببين. السبب الأول هو أنه يتعلق بمشروع ميناء الوسط نتاع الحمدانية، حيث أن الأشغال بدأت شيئا فشيئا. والسبب الثاني هو أنه يهم كل العمال والإطارات والمهندسين وكل الشباب اللي راه الآن يبحث عن عمل، حيث أنه فيه ينانوس إعلان على تشغيل العمال والإطارات في هذا المشروع، وهذا الإعلان محطوط في موقع لينكدين. هذا لينكدين موقع هام، ويعني موقع سيريو مهم، ويحط الإعلانات من مصادر نتاع الطالب نتاع العمل، ماهوش ان سيت انترميديار يعني. اذا هنا نشوف ان الشركة التي او الهيئة الوطنية التي تسير مشروع الحمدانية وضعت اعلانات لجلب اليد العاملة من الجزائر، وخاصة الجزائريين مقيمين في الجزائر، وخاصة اللي عندهم تجربة. هنا نشوف الموقع هذا فيه دبلوم اكسبيريونس دون لي دومين، لازم تكون ناسيوناليتي الجيريان. هذه هنا ناسيوناليتي الجيريان، ونشوفوا البروفيل هنا ماناجمون يدوموند دي ماناجر دي في كل ميادين نتاع البناء جيوتكنيك. وهنا نشوف الموقع للاتصال نتاع لي كونديدا. هنا هذا هو الموقع اللي باش تتصل، انفايي فو سي في كونديداتور ا هيلو اروباس كريدير بوين كوم. هذا هو الموقع، هنا ترفدوه هنايا. انا خليت الصوره تطول شويه باش. وهنا نشوف الموقع اللي طلب هذه اليد العامله هذه جدا. ومن جهه اخرى خبر ثاني متصل بنفس المشروع، هو انه الحكومه استمعت الحكومه يوم الاربعاء خلال اجتماعها برئاسه الوزير الاول عبد العزيز الجراد عرضا قدمها وزير الاشغال العموميه والنقل. وحسب بيان الوزاره الاولى، تم تقديم عرض تقييمي حول الانجاز ميدان الوسط الحمدانيه بشرشال في مدى تقدم الآليات الإدارية والمالية والتنظيمية التي تسمح بإنجاز هذه البنية التحتية الهامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، بناء على التعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء الذي جرى في 28 فبراير 2021. إذن هناك اجتماع تقييمي لما تم، كل الخطوات التي تمت في اتجاه تجسيد هذا المشروع، وكذلك إعلان هام لكل من يريد العمل في هذا المشروع الهام أن يتصل ب أو يبعث سي في تاعو إلى العنوان الذي كان يعني حطيناه في الفيديو. ونزيد ندير الرابط نتاع العنوان هذا، نديرو في الفضاء نتاع الوصف نتاع الفيديو هذا لكل من يهمه الأمر. والسلام عليكم.